فيرا، أنا لبنانية مديرة صالون هير بار، مقيمة بقطر. صالون هير بار عنده قسم الشعر، بيتميز بقسم الشعر أول شيء، اللي بيقدم كل أنواع الصبغات، طبعاً قصات الشعر من أشهر التسريحات، وطبعاً عندنا قسم نيلز الأظافر. بعد بيتميز كمان بفن الرسم، بأحدث لوكات، لأن احنا على طول مثل ما على طول منقول منواكب الموضة ومنتابع كل شيء بينزل جديد. شوف، اللي بيميز صالوننا أول شيء هي الألفة اللي موجودة داخل الصالون، المحبة اللي بتعكس على الزباين. يعني بمجرد ما تفوت الزبونة لعنا تحس حالة فاتي كأنها على مجلس، كأنه ملتقى النساء ببعضها مع هالألفة، مع هالحديث، مع التعارف. هيدا كبداية، يعني هيدا اللي بيميز صالوننا. بعدين بطبيعة الحال في عنا أخصائيين، بيمتلك الصالون أخصائيين مش بس على مستوى قطر، على مستوى الخليج، بدليل انه نحن عنا زباين من الامارات، عنا زباين من السعودية، عنا زباين من الكويت، من عمان. بالنسبة لصالوننا نحن عنا براندات عالمية. هلأ بتقلي الاسعار، اسعارنا مدروسة لانه البراندات الموجوده كان من اسبانيا، كان من المانيا، ولا من البراندات العالميه. عنا علاجات، كذا علاج للشعر، ونحن منتابع زبايننا للاخر. يعني من وقت ما تفوت لعنا على الصالون للبيت منضل متابعينها، ومنضل نعمل معها فولو اب لحتى زبونتنا يكون التايتل تبعها هير بار. الموظفين اللي بيقدموا عنا هن طبعا اكيد في استراتيجية معينة نحن بنتبعها، اللي هي اول شيء التست، لانه نحن في طريقة معينة مفروض تكون ماشية على الكل، بطريقة اذا عم تحكي من غسيل الشعر لوقت ما تفل الزبونة، يعني من A to Z كل الموظفين عنا بيتبعوا طريقة معينة. إن شاء الله نحن أكيد عطول منتطلع لفوق، وأكيد في عنا مشاريع كتير، تطلعات كتير، وطموحنا كبير كتير، وأملنا، وان شاء الله ان شاء الله في اشياء جديده كثير بتشوف الضوء قريبا جدا. صراحة أنا كمقيمة بقطر أكيد أول شكر بيكون لدولة قطر، حكومة وقادة وطبعا شعبا. تاني شيء الداعم الأساسي بركة الوالدة، ومن بعدها أكيد كل الشكر للست عليا اللي آمنت فيي وعطيتني فرصة أول شيء إنه استلم صالون مثل صالون هير بار، اللي بتصور ما في ست ما بتتمنى تكون موجودة. بصراحة بيسكت الكلام قدام هيك سؤال. يعني الشكر نحن ما منوفيه
سمو الشيخ الأمير الوالد وسمو الأمير الشيخ تميم، كل الشكر والامتنان لإلهم. ونحن مننحني قدام مجهودهم وجهودهم وسهرهم على البلد مع المواطنين والمقيمين.